السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الجمعة، حادثة سير مروعة بين ميدلت وميسور تسفر عن مصرع أسرة بكاملها. شهدت الطريق الرابطة بين مدينتي ميسور وميدلت يومه الجمعة حادثة سير مروعة راح ضحيتها 4 أشخاص من أسرة واحدة، أب وأم وطفلين، في مشهد مؤسف للغاية. وأصيب خلال الحادثة أشخاص آخرين كانوا على متن السيارة الأخرى التي اصطدمت بسيارة الأسرة الضحية. وأفاد مصدر من عين المكان أن الحادث نجم عن اصطدام قوي بين سيارة خفيفة كانت في اتجاه مدينة ميسور بأخرى قادمة من ميدلت كانت تسير في الاتجاه المعاكس. رجح ذات المصدر أن يكون الحادث قد نجم عن التجاوز المعيب لسائق إحدى السيارات، وقد انتقل إلى عين المكان دركوا المركز الترابي قريب من الحادثة والسلطات المحلية، حيث فتح تحقيق في أسباب الفاجعة بعد معاينة الحادث، فيما تم نقل الضحايا إلى مستودع الأموات. كان هذا خبر اليوم. إن لله وإنا إليه راجعون. إلى اللقاء، إلى فيديو آخر إن شاء الله.